فالغش يفسد البناء في العلاقات بين الناس، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل يتحقق ذلك بالغش؟ لا يتحقق ذلك بالغش، إنما يتحقق ذلك بالنصيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والغاش لا يمكن أن يتحلى بهذه الخصلة، بل الغش يفضح سريرة خربة وطوية فاسدة خلت من محبة الخير للناس، بل استعملت سلوكها وعملها في النيل منهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون.